أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذه امرأة تسأل تقول هل يجوز أن نقول يا رب لا تقدر علي كذا وكذا ولا تكتب علي كذا وكذا ما تقول اللهم لا تقدر قل اللهم أسألك اللطف أسألك اللطف والرحمة والتيسير ونحو هذا يعني نعم إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت اعزها الله بالتوحيد والسنه